كانت ليلة حلوة، 42 سنة وبتجوز، الناس كلها مبسوطولي ان انا عملت عماية. سخنت بدي واحدة، الزرار طار، وقف في زور حماية. ايه ده بقيت بقول لنفسي هتعدي، الراجل هيبقى كويس، بس الموضوع طول، وحماية روح والعروسة روحت معاه والجوازة باظت، ومن ساعتها الزراير أكبر عقدة في حياتي. بس برضو فتحت مصنع زراير، بس فلوسها حلو، فلوسها كتير، متكسب الصراحة. الحاجات الصغيرة بتعمل فلوس كتير، احنا بنستورد زراير بالملايين. تعال البنك الأهلي المصري، خد قرض على 10 سنين وافتح مصنع زراير. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر.